مرحبا بكم معنا في الدورة 21 ديال البولفار. هاد لاسين الكبيرة اللي كتشوفوا اليوم غادا تجمع ما بين لي كونديدا و لي زانفيتي اللي هما يا مينيرفا، هيرو، تشيف، ديب وشوبي. يلا معنا باش نقربوكم شوية من الكواليس ونشوفوا اشنو طاري اليوم في البولفار. Niggas in Casablanca, this is M, that's Shaki. Show that's مرون. داكشي اللي حطينا في دماغنا، داكشي اللي كنا قارينه من شحال هذه من اعوام هذه وصلنا عليه دابا الحمد لله. ان شاء الله البولفار ديالنا دابا الماكسيموم على قبلكم، على قبل الراب في المغرب. رجل مفرقع وطالع بارا وقف الدايم، واخر ما يقال في الكلام الله يحفظك. ميوزك طريق مهدي ياسين ام تشاكي whatever you want bro. إذا نصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم، معكم سكول بوي. داكشي واعر جبل بلات، داكشي اللي كنتوقعوه اخترت راه الحمد لله. شكرا بزاف لاي لقى اي واحد جا، اي واحد جاب البلا معانا. وشكرا للستريت ارت حيت جات يتوب يتوب. هذا هو البلان سكول ويز سكول. بابيدو 26 عام، ولد كازا اكزاكتومون، دير السلطان دير الفقراء. صراحه لقينا بيبليك عود لي فايبه معانا ديال بصح، حنا درنا اللي علينا وما عرفناش باش نمشي. معكم ايو ادي اير، ولد دير السلطان 22 عام. طلعت اليوم باكور مع بابيدو، لبالي الدعوه وقلت ليه مرحبا. ديجا بريمير بري ديال طلع شماركي كانت في الوزيه، مشارك فيها 1001. ديجا ربحت اليونيسكو كانت في الرباط ديال اللي كان الموتشو ديال الماستر كلاس. ديجا بريمير بري في مروكون هيب هوب فيستيفال في اكادير غير مؤخرا، وديجا بروغرامي في فيزا ان شاء الله ديال ماش. وجاتني لانفيتاسيون من عند بابيدو، دربنا كنحتارمو من الصغر وكنشيق فيه وثقت فيه وطلعت انا وياه. الا دي دون تونتيف نرويت تغصى نشكا دا سنوين عولست نروي نشكا سيات لي نرجي كودن نرويست رويت دينا البيبليك يا تشريفا يا تليكسبيريونس الريق لين عمسا الانكي لاصي البولفار. شكرا للبيبليك اللي كان، شكرا للجيست اللي جاو، اختك في جانج معكس كيرا هنا الدراري كاملين، شكرا بزاف لكم. It was an amazing show، بزاف ديال المزيكا جاية جانج جانج. شو ديال البولفار كان زوان داز واعر، داز مع كيرا وفي جانج ومنارفا. احسن شو 2023 وباقي جاي ما احسن. معكم هيرو. واحد الاحساس زوين انك رابور كنتي كونديدا مع تسعود ديال الناس، ديتي واحد البخي جيتي انت الاولاني ابخي عام ديال الخدمه وديال البروجيات خرجوا اللعيبات، كتعاود عاوتاني تانونسا كونكو عاوتاني راك طالع في البولفار مع دي تي دافيش اللي كبار شوبي تشيف ايتسيتيغا. راه صافي بليزير الماكس الصاط، اي رابور غيكون فيها بهاد القضيه. Oh,
السلام عليكم، معكم ديب. اليوم احنا في البولفار مع ستريت ارت، الشو داز داكشي مفرقع، البيبليك كان نقي، ما كانش داك الصداع ديال شحال هادي اللي طرى العام الفايت واللعيبات، كلشي داز ناضي. يتوب يتوب بجد، وصافي بليزير اننا تلاقينا هنايا. الصراحه مازال ما بان اللي غيحل المساله، متكرر من الدار في هايتي، قاتل الملاك ومكمل حياتي، الانرجي بيان سور هي ما تتبدلش، لا باسيون دو الموسيقى هي لا باسيون ديال لا سين هي، ولكن ما منيش جوج زعما ما يمكنش نكونوا مني جوج، ما هاد المره غيكون واحد سيرتان، مي تانكيت الانرجي اللي توجو غلا. غيكون معايا ماد اوف كورس، سمعتوه في الالبوم، غيكون معايا سنور. محال تشوفو شايفين عاوتاني بوغ إتخ كليغ نيت زعما، وصافي دزت ليتاب أخرى فهمتي في حياتي، دزت ليتاب أخرى حتى في كيفاش كندير الموسيقى وكندير البيزنس ديال الموسيقى، درت لابيل ديالي فهمتي، عطي ساكريفيي كلشي دابا مني تشوا مون إنيرجي كاملة وهادشي باش نعاود ندير شايفين ونكمل فهادشي اللي تندير، مكاينش الريب هادشي دابا على قبل باش نعاود ندير شايفين جوبونس با. كاين بزاف ديال الجديد ماشي غير ديالي انا بوحدي، حيت دابا كما قلت لك عندي لابيل وور، وشنو كيهمني هو شنو تخرج وور، ماشي بالضروره انا ولا انا بوحدي ولا فهمتي، كاين ماد وكاين جوج ديال السيناتور اللي غادي نقولهم بيانتو ان شاء الله، وصافي هادشي اللي كاين الساعه غادي يجي كلشي غيبان ان شاء الله. كاين اون سيناتور اللي كتعرفوها ديجا، وكاين اون سيناتور اللي باقي ما كيعرفو حتى واحد، مي باقي ان انونسيون بيانتو ان شاء الله. علاش البولفار الوحيد اللي كاين هو دي 20 عام ولا ما نعرفش شحال، هو الوحيد اللي كاين فهمتي، بيزار ان البولفار بوحدو حتى واحد ما كيقول نقدر ندير بحالو ولا هذه حاجه وحده، ولكن المشكل الكبير ماشي هو البولفار، حيت الفيستيفال ديما كانوا في المغرب، يا ديال اي ايتاتيك يا فهمتي ديال دي اسوسياسيون كولتوريل ولا هذا، المهم هو لي سال دو كونسير اللي ما كاينينش فهمتي، حيت ارتيست في المغرب ماشي بالضروره يكون عنده مليون ابوني باش يعيش بالموسيقى ديالو، الا كان عنده 30000 ابوني ولا 10000 ابوني، الا كانوا كيجيو غير 400 كيبغيو يتفرجوا فيه في صال هنا وصال في مدينه اخرى وصال فهمتي، جوبونس هذه هي اول حاجه خاص الدوله تفكر فيها الا بغينا نحركوا هذا لو ميليو هذا ديال باش يكونوا تظاهرات ولعيبات بحال هكا. دونك فوالا نقول لهم تسناو الحرب، الحرب الارتستيك، ولكن تسناو الحرب وور، ذاتس ات.